السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت اليوم وياكم بفيديو شرح بوت الديسكورد اللي اسمه سمارف ميوزك. من خلال هذا البوت تقدر تضيفه للمحادثة الصوتية انت واصدقائك في حال كنت تلعب او اي شيء. من خلال هذا البوت بي هواية تفاصيل راح يتم الشرح عنها ان شاء الله من خلال هذا الفيديو. هذا البوت تقريبا يعني شلون ما نقول حاليا بدا يصعد بالديسكورد كلش هواي، وهواي اشخاص بدت تستخدمه لفائدته للمستخدمين. هسه خلونا نضيف البوت او نعلمكم عليه. تمام، ندخل على البوت. في حال تريدون تدخلون على البوت او تضيفون سيرفركم تختارون الاديت تو سيرفر. تمام، هسه حاليا احنا نتوجه للديسكورد مالتنا حتى نخلي البرميشن او يعني الشيء اللي نكتبه حتى يجينا ويدخل للمحادثه الصوتيه مالتنا. طبعا هو يختلف عن بقية البوتات بدون ذكر اسماء، يعني تقدر تكتب هاي الشارحة، تكتب بصفحة help حتى يطلع لك كل التفاصيل مالته. تمام، عموما كتبنا هسه الهيلب مالته. شوفوا هاي الببلك اللي فوق عفونا من عندها لي جوا ميوزك كوماند، هنا اول خيار اللي بلاي. تمام، وراها السكيب والستوب والكيو والبوش والرسوم، المهم يعني كل هذني. تمام، كل هذني راح يتم الشرح عنها ان شاء الله من خلال هذا الفيديو. تمام، هسه احنا حاليا عندنا البلاي اللي هو تشغيل اول شيء تشغله انت بالمحادثة الصوتية ويا اصدقائك مثل ما تشوفون هسه احنا بروم مال محادثة صوتية. شو نسوي؟ نضيف هاي الشارحة بالنص ونكتب بلاي واسم الاغنية. خلينا نقول اي شيء، اي شيء يعجبكم. تمام، خلنا نقول هيك شي. شوفوا هسه بدا يبحث وضافه هنا بالمحادثة الصوتية. تمام، مثل ما تشوفون وراها نجي على السكيب نشرح البروموشن مال السكيب، كذلك نجي هنا. تمام، وراها نجي ونكتب سكيب. تمام، الفائدة من السكيب انه يوقف لك الاغنية المشتغلة حاليا ويشغل لك وحدة ثانية، ومن تشتغل الثانية يرجع لك على الاولى. خلصنا من السكيب، نجي على الستوب، وهي الستوب معروفة يعني انه في حال انت مشغل اغنية يوقف لك اياها، تقدر تتحكم بها من هنا. تمام، وهاي تقدر تغلق الاغنية، بوش تقدر توقف الاغنية مؤقت، ريسم تغير الاغنية. خل نجي ونشرح على السير الفوليوم عفوا اللي هو مستوى الصوت. تمام، من هنا اوقفوا، خلينا نشغل هسه اول شي اغنية احنا حتى نقدر نتحكم بيها. ثواني. تمام، وراح نرجع على الفوليوم يعني 70، هو راح يخلينا مستوى الاغنية 70. اوكي، هيجي كتبوها. تمام، مثل ما تشوفون أداة الأغنية. أوكي شباب، خلصنا من الفوليوم، وخلونا نجي نشرح على أهم ميزة اللي هي ميزة السيرش. أوكي، نعطي سيرفر ميوت. ميزة السيرش مثل ما تعرفون هذا نضيف هذا قبلها، نكتب هنا مثلا نور الزين، راح يطلع لنا كل الأغاني اللي موجودة بالبحث. 1 2 3 4 5، خمسة اغاني. خلينا نفرض احنا نريد الثالثة، هنا ايش نكتب؟ رقم 3 فقط ونعطي انتر. تمام، مثل ما تشوفون اشتغلت. تمام، ماشي الحال. هسه انه شرحنا تقريبا 3/4 شغلات البوت المتوفرة هنا. من خلال الفلاتر تقدر تسوي الصوت 3D. شلون يعني؟ هسه اقول لكم شلون يعني. تمام، خلينا نكتب اسم الاغنية. ونراقب عيونك يا روحي ما تعشق. تمام، نكتب 3D مكان اسم الاغنية اللي هي الاغنية اصلا شغالة. تمام، شبر ما اريد عنك كبت عذاب، واحد حاضن الثاني عمري كله وحداني. مثل ما تشوفون صار الصوت فريد. هاي طبعا فلتر من فلاتر موجود عندنا كلهم ضفناهم بالآونة الأخيرة. تمام، وإن شاء الله طبعا إذا عندكم ملاحظات على البوت
تواصلوا ويانا على السيرفر مال ديسكورد مالتنا اللي راح اخليه لكم اسفل الشرح. تمام، خلونا نرجع ونشوف ونكمل. عندنا هنا الريموف الران لاست بلاي، يعني مثلا انت خليت لسته مال اغاني، من خلال هاي الران تقدر تشغل كل الاغاني اللي انت خالهم باللسته اغنيه ورا اغنيه. تمام، وهو ترى البوت هو شارح روحه اصلا، ما يحتاج للشرح، بس احنا نقول لازم يعني انه نوافيكم بالشروحات. تمام، هسه عندنا ريموف بلاي ليست، اذا تريد تشيل اغنيه من قائمه الاغاني اللي انت حاطهم. ولهنا وصلنا لنهايه شرح البوت. اي مشكله او استفسار عندكم تقدرون تواصلون السيرفر اونر او تتواصلون ويا بقيه الادمنيه اللي موجودين بسيرفر ديسكورد سمارف بوت. شكرا، في امان الله.